السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب الناس كلها تكون بخير. معاكم هاني حامد وفيديو جديد من همس كوي. موجودين النهارده في هضاب ومرتفعات همس كوي في الشمال التركي في طرابزون. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب الناس كلها تكون بخير. موجودين معاكم في منطقة جميلة جدا في طرابزون، تقريبا مكان رعب. هنا تحتينا الزجاج تحتيك على ارتفاع حوالي 2000-3000 متر. بتشوف الجبال ده كله، بتشوف كل الطبيعه دي كلها، انت في مستوى السحاب ومستوى الجبال. يعني بصراحه الطبيعه دايما جميله. المكان يخوف خصوصا الازاز اللي احنا بنقعد فيه. يعني كنا حابين نقلبه بصوره منه حاجه اسمها ترول جلاس تراكس. ويلا بينا نعرف مع بعض ازاي نروح الاماكن الجميله دي في همس كوي، وناخد جوله جميله في قريه همس كوي. قريه همس كوي زي ما قلنا هي احدى قرى طرابزون الجميله. بدانا يومنا الصبح بايجار العربيه وطلعنا على همس كوي، واخدنا الفطار التركي الجميل في همس كوي، وطبعا اتكلف حوالي 250 ليره لفردين، وقعدنا على الارجوحه الجميله دي وخدنا الصور الجميله واستمتعنا بالصباح الباكر في همس كوي. وطبعا الطبيعة اللي مفيش اتنين يختلفوا عليها، وقلنا ازاي توصل لهمس كوي، وقلنا الطريق بيبقى عامل ازاي، ورحنا كذا مطعم وكذا كافيه وقلنا الاسعار بتاعتهم، واكلنا رز بلبن الاكلة المشهورة في همس كوي. وبعد ما خلصنا ده كله رحنا على مكان جميل جدا جدا، هو يعتبر من الاماكن السحرية والسرية اللي موجودة في همس كوي، لان مفيش حد كتير من الناس بيروحوا او يعرفوا. بعد ما هتخلص في الاماكن اللي احنا اتكلمنا عليها في الفيديوهات السابقه، وهسيب لكم اللينكات بتاعت الفيديوهات السابقه تحت الفيديو ده علشان الناس اللي عايزه تشوفها وتتعرف على همس كوي، اخذنا العربيه وفضلنا مستمرين ناحيه القمه. طبعا المكان بدا الطريق يضيق وبدات صعوبه الطريق تبان، بس بتستمتع اكتر وبتشوف طبعا الطبيعه بشكل اكبر، وبتبقى حواليك بقى ايه الفضاء، وبتلاقي الطريق بقى طريق طبعا طريق ارض زراعيه. فطبعا لازم يكون معاك عربيه جاهزه زي ما قلنا وتكون مفولها. طبعا المكان ده من الاماكن السحريه اللي مش اي حد هيقدر يوصل لها، طبعا عمرك ما هتوصل لها برده مع الرحلات السحريه او بالمواصلات العامه. المكان ده بيعتبر مكان سيكريت بليسز، بس احنا الحمد لله وبفضل الله بنوريكم كل حاجه موجوده في همس كوي. هعمل لكم سيف مارك للاحداثيات المكان ده، عشان لو حد حب يجي المكان ده. زي ما انتم شايفين الطبيعه، وانت وسط الطبيعه، الطبيعه الخلابه الجميله اللي ما فيش اي اتنين يقدروا يختلفوا عليها. الطبيعه بتسحب اي حد وبتخلي اي حد عنده راحه نفسيه وسعاده ويعني راحه بال. طبعا احنا موجودين في همس كوي، وهنزور اماكن كثيره ان شاء الله في الشمال التركي، بس حبينا نلقط اللقطه الجميله دي والمشهد الخرافي ده، شلالات الميه اللي موجوده في الشمال التركي كله. وبعد ما خلصنا استكشاف المكان الجميل ده وقعدنا واكلنا، وطبعا كانت الطبيعه حوالينا حلوه جدا جدا. انا بالمناسبه هسيب لكم اللوكيشن بتاع المكان ده عشان لو حد حابب يروحه، بس تكير يا جماعه السواقه للمكان ده خطر، خصوصا لو في مطره او في غيوم. بعد ما خلصنا القعده واستمتعنا شويه بالمكان ده، رجعنا بالعربيه طبعا ادراجا تاني علشان نروح مكان جديد ومكان جميل نستكشفه. احنا طبعا كنا عاملين بحث عنه عن طريق جوجل، وانا كان معايا الاحداثيات بتاعته، بس برضو كنت خايف ان انا ما اوصلش. انت بعد كده بترجع على الطريق السريع تاني اللي هو بينزلك اقصى جنوب طرابزون بعد ما بتسيب همس كوي، وبتبقى بقى ايه بتطلع لمسافه مرتفعه اكتر. فطبعا سبحان الله، يعني كمان شويه في غيوم وفي ضباب، بعد كده بدات الشمس تظهر والجوان الزرقاء والخضراء بتاعه الطبيعه تبان. احنا فضلنا مستمرين على الطريق طبعا، وبنستمتع بقى يعني بالاغاني التركيه اللي كانت موجوده على الاذاعه التركيه. بصراحه انا دايما بقول ان ساعات كتير الاستمتاع بالطريق بيكون احلى كتير من المكان اللي انت اصلا عايز تزوره، ودي حاجه انا لمستها بصراحه في الشمال التركي كله. طبعا الطريق يعني اخد حوالي ساعة ونص من الشلالات اللي احنا كنا فيها في همس كوي لحد ما هنوصل للترال تراس جلاس. دي عبارة عن زي بلكوني كده بيتعمل بالجلاس علشان تقدر تشوف تحت رجليك وتشوف الطبيعة الجميلة زي ما شفناها.
المكان ده الناس كتير طبعا ما بتوصلوش وما تعرفوش من السياح العرب، لان هو بيبقى اخرهم همس كوي. احنا هنا يعتبر وصلنا طبعا للمكان الجميل ده، ودي كانت زي ما انتم شايفين فاضيه جدا جدا، ما كانش فيه غير بعض الاتراك القليلين اللي موجودين فيه، ودي طبعا اسعار التذاكر بالنسبه للطلبه وللسياح. المكان يعني مش هياخد من الوقت كتير، لو انت ما عندكش وقت او مستعجل فمش لازم تزوره يعني، بس انا بصراحه بحب دايما لما اروح مكان اغطيه كله وازور فيه كل حاجه، سواء هي يعني ممكن تكون مش حلوه قوي او في حاجات احلى منها، بحس ان انت تبقى غطيت المكان ده. هو ده يعني يعتبر الاماكن السريه اللي كنت حابب اتكلم عليها النهارده في الفيديو بتاعنا. طبعا الناس ليها مطلق الحريه ان هي تروح مكان A او B. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وطبعا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة علشان شجعونا دايما ان احنا ننزل لكم فيديوهات كتير، وبجد الواحد بيبقى مستمتع وهو بيشير معاكم الفيديوهات الجميلة دي، والله الواحد وهو بيشوف الفيديوهات دي بيحس ان المكان بيستمتع بيه تاني وتالت ورابع. لو في اي حد عنده سؤال بالنسبة للشمال التركي كله او بالنسبة لتركيا عموما يسألني في الكومنتات، ان شاء الله هجاوبه باستفاضة. اتمنى ان انا اشوفكم على خير ومع السلامة.